نشرة الأخبار من الميادين، أهلا بكم وإلى العناوين. الحصيلة الأولية المؤكدة لعدد الضحايا في سوريا وتركيا تتخطى 4300 وفاة مع تواصل عمليات البحث عن ناجين. بدء وصول المساعدات الدولية إلى تركيا وروسيا وإيران والعراق والجزائر، ترسل طائرات وفرق إنقاذ إلى سوريا. استشهاد فتى فلسطيني خلال التصدي لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي حي المساكن الشعبية في مدينة نابلس. كوريا الشمالية تتعهد بتوسيع مناوراتها العسكرية وتكثيفها لضمان استعداد القوات للحرب. يواصل عمال الإنقاذ في سوريا وتركيا وسط برد قارس عمليات البحث عن ناجين بين أنقاض آلاف المباني التي انهارت من جراء الزلزال المدمر. ووصلت الحصيلة الإجمالية المؤكدة لعدد الضحايا في البلدين إلى أكثر من 4300، حيث أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 2921 والمصابين إلى 15834. وفي سوريا ارتفعت الحصيلة إلى 764 وفاة و 1448 إصابة في محافظات حلب واللاذقية وحماة وريف إدلب وطرطوس، فيما أفيد عن سقوط 733 ضحية في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية. بحثا عن أمل مفقود، بأيديهم العارية وأصواتهم العالية يبحث هؤلاء عن ناجين تحت الأنقاض. عشرات المباني انهارت من جراء الزلزال المدمر في مدينة حلب شمال سوريا، 50 مبنى انهارت فوق رؤوس ساكنيها. ما في عنا عند طالع العالم. طالع وراي صار البناية كلها. أخوي أحمد خمس أجزاء من الثانية. عالشوارع نزلت البناية محلني واقف. نزلت البناية فوق سيارة. مثلت الشوارع والحدائق وجهة السكان هربا من هزات ارتدادية. استنفرت الدولة السورية كافة إمكاناتها، دخل الجيش على خط الإنقاذ وعلى خطى استنفرت بقية المؤسسات العامة والخاصة. اليوم الساعة 4 نحن كلياتنا كنا بالإسعاف على تم الاستعداد. بلش المرضى يجونا من مختلف المناطق، مختلف الإصابات. بلشنا تدبير الأولويات، تقييم المرضى. دمر الزلزال عشرات المباني شمال سوريا، توزعت على مناطق سيطرة الدولة السورية في حلب وحما واللاذقية وأخرى خارج سيطرتها في إدلب وريف حلب الشمالي، فيما خلف الزلزال مئات الضحايا في تحد يبدو شبه مستحيل في ظل عقوبات كانت تلاحق معيشة السوريين واليوم تلاحق إمكانية مساعدتهم على مواجهة الكارثة. أحادية الجانب قذرة، لا أخلاقية لا إنسانية. نحن نطالب شرفاء العالم، أحرار العالم، الدول الفاعلة والمؤثرة أن يكون لها دور في رفع هذه الإجراءات اللا أخلاقية. تعانينا من الإجراءات بكورونا، ولكن هلأ عم نعاني كورونا أصعب. هلأ كورونا عفوا هون أصعب، السبب أنه في عندك وقت سريع بدك تشتغل بسرعة. عشرات المباني انهارت في مدينة حلب جراء الزلزال الذي ضرب شمال سوريا وجنوب الأناضول. هذا الركام هو بقايا أحد المباني التي انهارت في الأحياء الشرقية في مدينة حلب. هنا استنفرت مؤسسات الدولة السورية بشكل كامل، إضافة إلى دخول القطاع الخاص على خط إنقاذ الضحايا. وقوع المباني في أزقة ضيقة لربما سيؤدي إلى ارتفاع عدد الضحايا ويخفف من نسبة الوصول إلى ناجين تحت هذه الأنقاض. رضا الباشا، مدينة حلب، الميادين. ومن اللاذقية ينضم إلينا مراسل الميادين محمد الخضر. محمد، مرحبا بك الآن، وحيث أنت في اللاذقية كيف تتواصل عمليات البحث عن ناجين وعمليات الإغاثة؟ ولو تضعنا يعني في آخر التطورات على الأرض لديك. صباح الخير. هناك عمل كبير يتم القيام به من أجل رفع الأنقاض، لأن هذه المحافظة تضررت بشكل كبير جدا نتيجة هذه الهزة الأرضية. بطبيعة الحال هناك توزع واسع بمعنى جغرافي لهذه الأضرار والإصابات. دم سرخو، الهنادة، منطقة جبلة، يعني هناك أبنية كثيرة في الواقع سقطت، هناك ضحايا، عدد كبير من الضحايا. فتح مركز مراكز بالأحرى إيواء
لأن كثيرا من الأهالي والسكان في بعض المناطق أصبحت منازلهم غير صالحة، فيها أضرار، فيها خطر بالمعنى الإنشائي والهندسي أن يحصل مكروه، فتم فتح يعني على عجل مراكز لاستضافة هؤلاء السكان في تلك المناطق. الجهد كبير في الواقع اليوم، نحن ننتقل يعني إلى عمل أوسع وأكثر في ظل ظرف مناخي قاسي. هناك عاصفة مطرية امتدت حتى ساعات الفجر الأولى كانت تضرب هذه المحافظة، وهناك بطبيعة الحال استنفار الممكن من التجهيزات، يعني الآليات الهندسية، البلدوزرات، السكتات، مؤسسات الدولة، وزارة الدفاع، الأمانة السورية للتنمية، كل هذه جهات في الواقع. والأهم حقيقة لابد من الإشارة إليه هو جهد المجتمع المحلي الأهلي. هناك أهالي فتحت بيوتها لاستضافة جيرانها، لاستضافة قريبها في الأرياف، هناك من يقوم بالعمل حتى يعني أحيانا دون خبرات بحثا ومساعدة في حالة حماسية كبيرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في هذه المحافظة. وهذا الأمر في الواقع شاهدناه في مناطق كثيرة حتى في حماة وفي حلب وفي مناطق أخرى. كان المركز السوري للزلازل محمد قد أعلن عن هزات ارتدادية، كيف شعر بها أهالي اللاذقية؟ ونسأل أيضا عن ظروف أبناء اللاذقية الآن، وهم كانوا يعني منذ ساعات المساء كانوا يفترشون الطرقات خوفا من موجات أو من هزات أخرى أو من زلزال آخر. يعني لو تحدثنا أكثر اليوم عن الشارع، كيف يعني يقضي أبناء اللاذقية خاصة ممن شردتهم الزلازل ودمرت بيوتهم في هذه اللحظات؟ في الواقع يعني قبل قليل فقط، يعني ربما قبل أقل من نصف ساعة، نحن حتى في المكان حيث نتواجد شعرنا بهزة خفيفة، وهي يعني كما تحدث المختصون هي هزات ارتدادية ستكون يعني شكل طبيعي للهزة المركزية التي جرت فجر أمس. هنا في الواقع هناك حالة تكافل كبير، حالة خوف، لأن الإصابة يعني هذا المصاب هو أصاب الجميع. هناك بالفعل حالة من القلق كانت وحالة من الخوف، لكن هي تتبدد شيئا فشيئا، لأن هناك كان يعني نوع من حملات المبالغة أحيانا على صفحات التواصل، وبعض وقيل عن قالوا هذه الشائعات، بعضهم من تحدث عن التسونامي، وهناك من تحدث، وكل هذا جرى تبديده في الواقع في جهد أيضا مركز، يعني استضافت الشاشات المحلية والإعلام الرسمي خبراء الزلازل واستضافوا مسؤولين حتى يبددوا حالة هذه المخاوف. نحن نتحدث عن محافظة ساحلية، وهذا يعني مرده ربما وقريبة جدا من الحدود السورية التركية. نحن يعني ربما أقل بعض أطراف محافظة اللاذقية هي على تخوم تماما بالأراضي التركية من جهة مثلا كثر ما تحدثنا. لذلك في الواقع كان هناك بالفعل خوف، لا ننكر ذلك، كانت هناك هزات في الليل وحتى قبل حوالي نصف ساعة نحن شعرنا بها بشكل، لكنها خفيفة مقارنة بطبيعة الحال بالهزات التي كانت تجري بالساعات الفجر، ساعات أمس، ساعات مساء، ساعات الظهير الثاني. بالنسبة لحصيلة الوفيات في اللاذقية، هل صدرت يعني إحصائية معينة في اللاذقية؟ إن كانت هناك حصيلة نهائية أو الحصيلة الأخيرة حتى الآن لأعداد الضحايا في اللاذقية محمد؟ كان الحديث يجري بالأمس في الواقع، لأن كما تعلم في مثل هذه الحوادث هي تتطور، أو يعني للأسف هناك دوما نقول حصيلة غير نهائية. كان الحديث عن 230 أو 35 شخصا ومئات الجرحى وجهد للبحث عن عالقين تحت الأنقاض. كرقم نهائي حتى هذه اللحظة في الواقع لا يوجد، لكن للأسف الشديد هي مرشحة للارتفاع كما المناطق الأخرى، وهذه طبيعة هذه الكوارث وهو معروف أنها تبدأ بأعداد قليلة ثم تتضح الصورة شيئا فشيئا، وتتضح في الواقع يعني الصدمة أو المأساة. يعني كان هناك تحديدا عدد المباني المنهارة 102 مبنية، عدد الوفيات يعني دعني أصحح هذا الرقم الذي قلته، كان حتى يعني ساعات مساء أمس حوالي 283، وعدد الإصابات 700 وشخصين. هناك استنفار وافتتاح ب 17 مركز لواء، هذه حتى مراكز لواء هناك توقع بافتتاح أكثر، دعم مادي واقتصادي ودوائي واستشفاء أكبر، وهناك ربما كشف عن أبنية أكثر، يعني نتحدث عن 100 ومنزلين في كل أرجاء المحافظة. ونتمنى أن تكون حصيلة الوفيات توقفت عند هذا العدد، لكنها بطبيعة الحال يعني مرشحة في ظل 700 وشخصين هم من المصابين. محمد، بالنسبة لمسائل الإغاثة، هل بدأت المواد الإغاثية والإغاثات تصل؟ يعني أعلنت أكثر من دولة، تونس أعلنت، الجزائر أيضا وصلت إلى فرق إلى سوريا إلى آخره.
إيران والعراق، أرسلت أيضا مواد إغاثية. اليوم عن آلية التوزيع، كيف تسير هذه الآلية؟ ونسأل أيضا عن الصعوبات التي تصعب من مهمة البحث يعني على الأرض في هذه الأثناء. نعم، في الواقع الطائرات بدأت الوصول مع وصول طائرة إيرانية محملة ب 45 طنا من المساعدات الطبية والغذائية والإغاثية حتى منتصف الليلة الماضية إلى مطار دمشق الدولي، ثم وصلت طائرتان عراقيتان محملة كل واحدة ب 70 طن أيضا من هذه المواد تعمل لجهد الدولة السورية. توزيع هذه المواد في الواقع هو يرتبط بهذا، يعني نظم العمل بشكل مبكر منذ الساعات الأولى في الاجتماع الذي ترعاه الرئيس بشار الأسد ضمن لجنة مركزية هي سوف تتواصل مع اللجان الفرعية في المحافظات والمناطق الأكثر احتياجا وتطلبا. طبعا نحتاج ربما بضع ساعات أخرى لوصولها إلى هذه المناطق وآلية التوزيع واللجان الفرعية في المحافظات التي سوف تقوم. هناك في الواقع أشرت إلى نقطة مهمة أنت، هي نقطة الكشف والبحث. هناك صعوبات حقيقية في ظل سوريا دولة محاصرة 12 عاما من الحرب، هذه صعبت الأمور بشكل كبير في مجال توفر حتى التجهيزات الهندسية. يعني نحن في سوريا متأخرين في هذه التجهيزات عن ضمن عمليات البحث عن الرقام. هناك جهد تقوم به القوات المسلحة، الجيش، الشرطة، بالآليات الموجودة لديها وبالآليات الموجودة لدى المحافظات مجالس المدن وهذا الجهد الفردي. لكن الآن ربما يعني تسهم هذه المساهمات، هناك أنباء عن وصول أو تجهيز وصول فريق متخصص من الجزائر أو فريقين وجهت بهم الرئاسة الجزائرية. هناك فرق روسية سوف تكون أيضا متخصصة وأكثر تدريبا وأكثر يعني مع معدات وخبرات أكبر تدعم فرق البحث في سوريا عن البحث عن النجم. شكرا لك على هذه التفاصيل. من اللاذقية مراسل الميادين محمد الخضر. بات المواطنون السوريون في حلب ليلتهم في الحدائق العامة والشوارع بعيد تهدم منازلهم من جراء الزلزال. المواطنون افترشوا الشوارع بعيدا عن تجمعات الأبنية السكنية، فيما بات البعض الآخر داخل المساجد والكنائس. وتم افتتاح 18 مركزا لواء المتضررين في حلب إلى جانب 34 مركزا آخر في طرطوس. حاليا هلا أكثر من 750 شخص. نحن من وقت ما استقبلنا فتحنا كل قاعات الدير لاستقبال العائلات، مثل ما شفتوا حتى صفوف الأولاد الصغار، كل شيء في عائلات كان نقدر نأمن لها أي خدمة أمنا لها إياها. وطلعوا كلهم قالوا لنا ما لنا حل غير على الفريل كونه منطقة بعيدة وفيها محل فاضي وسعة يعني أحسن من البنايات. فنزلنا لقينا كل العالم بالشارع اللي طالع مع أولاده حالة يرسى لها. أكدت الجزائر وتونس الاستعداد لتقديم المساعدات إلى تركيا وسوريا. يأتي ذلك فيما وصلت أول طائرة مساعدات إيرانية إلى مطار دمشق، فيما ستصل طائرتان روسيتان قرابة الساعة 5 فجرا إلى مطار اللاذقية، على أن تصل طائرة من الإمارات وأخرى من الهند إلى دمشق. كما تتوجه فرقة من الجيش اللبناني والدفاع المدني وفوج الإطفاء إلى سوريا اليوم للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ. نتقدم بكل الشكر والعرفان للجمهورية الإسلامية في إيران كونها المبادرة والسباقة إلى تقديم هذه المعونات الإنسانية والإغاثية للشعب السوري الذي تعرض فجر هذا اليوم إلى زلزال له آثار مدمرة ومأساوية. بذلنا جهودا لكي تصل الدفعة الأولى من المساعدات المقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الشعب السوري، وتشمل هذه المساعدات الأغطية والخيام والمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الأخرى التي يحتاج إليها الشعب السوري في هذه الظروف الصعبة. غدا ستصل الدفعة الثانية إلى مطار حلب والدفعة الثالثة ستصل إلى مطار اللاذقية. سنقدم كل ما في وسعنا لمساعدة الشعب السوري تخفيفا لمعاناته في هذه الظروف الصعبة. إذن مشاهدينا الكرام، يعني نشير إلى هذا الخبر العاجل الوارد أسفل الشاشة. وزارة الصحة السورية تقول أو تتحدث عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 769 وفية، وإلى عدد الجرحى إلى 1448 في حصيلة غير نهائية.
من جهتها أقامت الحكومة العراقية جسرا جويا إلى كل من سوريا وتركيا لإرسال مساعدات إغاثية عاجلة تتضمن مواد طبية طارئة ومستلزمات للإيواء والإغاثة. وقد وصلت طائرتان عراقيتان إلى مطار دمشق محملتان ب70 طنا من المواد الإغاثية لمساعدة المتضررين. بدوره أعلن القيادي في الحشد الشعبي نعم الكوفي انطلاق فرق من فوج الهندسة التابع للحشد إلى سوريا لتقديم المساعدات وانتشال المحاصرين تحت الأنقاض. بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وبهدف تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الزلازل أو من الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، أقامت الحكومة العراقية جسرا جويا إلى كل من سوريا وتركيا لإرسال مساعدات إغاثية عاجلة تتضمن مواد طبية طارئة ومستلزمات للإيواء والإغاثة. بدوره أعلن القيادي في الحشد الشعبي نعم الكوفي انطلاق فرق من المديرية العامة للهندسة العسكرية التابعة لهيئة الحشد إلى سوريا لتقديم المساعدات وانتشال المحاصرين تحت الأنقاض. تلبية لنداء مراجعنا العظام وقادتنا وعلى رأسهم وفي مقدمتهم السيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وكذلك السيد رئيس هيئة الحشد الشعبي، وبطلب من الحكومة السورية الآن احنا في طريقنا إلى دمشق أو بالأحرى إلى سوريا وإلى المناطق اللي تعرضت للزلزال، إن شاء الله نلحق على الناس ونحاول ننقذ ما نستطيع ونقدم ما نستطيع من عون ومساعدة. جهزنا نفسنا بعشرات الآليات والمعدات الهندسية وكذلك مئات الأفراد والتجهيزات الانفرادية وكذلك ما يحتاج الناجين من هذا الحادث المؤلم. بالتأكيد راح تتبعنا قوافل أخرى وإمكانات تجهز تباعا. بحث مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعم الجهود السورية لمواجهة تبعات الزلزال المدمر. وكالة سانا أشارت إلى أن صباغ أبلغ غوتيريش رسالة وزير الخارجية السوري التي تضمنت مناشدة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية مد يد العون لدعم الجهود التي تبذلها الحكومة السورية. من جهته أعرب غوتيريش عن التزام الأمم المتحدة بالقيام بكل ما في وسعها لمساعدة سوريا على تجاوز آثار هذه الكارثة الإنسانية. كما وصل فريق من الحماية المدنية الجزائرية إلى سوريا للمشاركة في عمليات الإنقاذ والإغاثة لضحايا الزلزال. الفريق الجزائري كان من أول الفرق التي وصلت إلى سوريا بعيد وقوع الزلزال، وذلك بعد أن أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بإرسال فرق من الدفاع المدني الجزائري إلى كل من سوريا وتركيا للمساعدة في عمليات الإغاثة. هذا وأمر الرئيس التونسي قيس سعيد بدوره بإرسال مساعدات عاجلة لكل من سوريا وتركيا. أكدت الرئاسة الروسية أن عمال إنقاذ روسيين باشروا المساعدة في أعمال الإغاثة في سوريا وتركيا. وأشار الكرملين إلى أن الرئيس الروسي تحدث عبر الهاتف إلى نظيره السوري والتركي حيث قدم التعازي لهما بالضحايا من جراء الزلزال والدمار الناتج عنه قبل أن يعرض إرسال فرق الإنقاذ. كما أصدر وزير الدفاع الروسي أمرا للقوات الروسية الموجودة في سوريا بالمساعدة في جهود الإنقاذ. دمار هائل خلفه الزلزال الذي ضرب تركيا وأدى إلى وقوع مئات الضحايا وألاف الجرحى والمفقودين. وأنقرة رفعت حالة الإنذار إلى المستوى الرابع الذي يشمل طلب المساعدة الدولية. المكان كهرمان مرعش جنوبية شرق تركيا. هنا اهتزت الأرض من دون إنذار. زلزال ضرب تلك المنطقة أقل من دقيقة واحدة كان كافيا لتحويل عدد من الولايات التركية إلى مناطق منكوبة، وهي إضافة إلى كهرمان مرعش ولايات غازي عنتاب وهاتاي وأضنة وملاطيا وديار بكر وشانلي أورفي وعثمانية وغيرها. والمشهد فيها كان واحدا، دمار هائل وآلاف الضحايا والمفقودين. الزلزال وصف بأنه الكارثة الأكبر
التي تمر بها تركيا منذ عقود، على حد تعبير الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. زلزال مرعش يعد أكبر كارثة عشناها منذ زلزال أرزنجان عام 1939. دولتنا تحركت عبر كل مؤسساتها فورا منذ لحظة وقوع الزلزال، وولاياتنا استنفرت بكل إمكانياتها. سلطات أنقرة رفعت حال الإنذار إلى المستوى الرابع الذي يشمل طلب المساعدة الدولية. أبنية منهارة، منازل مهدمة، سيارات الإسعاف تملأ المكان، ورائحة الموت تفوح من كل حدب وصوت. هي لحظات رعب عاشها الأتراك، منهم من نجا ومنهم من ابتلعته هذه الأنقاض. الأمل بوجود ناجين لم يتلاشى، وطواقم الإنقاذ منهمكة في البحث عنهم تحت الأنقاض. في هذه المناطق المنكوبة حجم الخسائر المادية كبير في المرافق العامة، مستشفيات تضررت على نحو كبير، مطارات ومرافق توقفت عن العمل، والكل هنا تجرع طعم الألم. نفى الباحث في الجيوفيزياء فرانك هوغربيتس في حديث إلى الميادين أن يكون قد توقع حدوث هزة أرضية كبيرة في منطقة شرق المتوسط في الأيام المقبلة، وأكد أن الواقعة الزلزالية هذه قد انتهت تردداتها في الوقت الحالي. لم أصدر إنذارا بحدوث هزة أرضية كبيرة في الأيام المقبلة في المنطقة، وقد رأيت الكثير من الحسابات المزيفة التي تنسب ذلك إلي. على الأرجح انتهى الأمر هنا بالنسبة إلى هذه المنطقة المحددة. هذه واقعة زلزالية تحدث كل 500 عام. أما سوريا والأردن ولبنان فهي مهددة بنشاط زلزالي متوقع، ليس في الوقت الراهن بل خلال السنوات المقبلة. ولكن متى بالتحديد وكم سيكون حجم الزلزال؟ من الصعب أن نتوقع ذلك الآن. هوغربيتس قال للميادين إنه أجرى بحوثا وقد توقع من خلال تموضع الكواكب أن نشاطا زلزاليا كبيرا قد يحدث في المنطقة. أعمل في الواقع على بحوث متعلقة بالهزات الأرضية وتموضع الكواكب وتحديدا القمر والأرض، وقد رصدنا نمطا محددا عندما يحدث تموضع معين بين الكواكب بالاقتران بالقمر. القمر كان بدرا البارحة، ويعني ذلك أننا ندخل أياما حرجة، وهذا ما أشرت إليه خلال تحليل تموضع الكواكب. المنطقة خطيرة جدا على المستوى الزلزالي، وقد حصلت الزلازل عام 526 في أنطاكيا وقد تحصل مجددا. في الأثناء أكدت الإمارات الاستعداد لتقديم المساعدات إلى تركيا وسوريا، كذلك أعربت البحرين وعمان ومصر عن تضامنها مع سوريا والاستعداد لإرسال المساعدات إليها. الخارجية السعودية قالت في بيان لها أن المملكة تتابع من كثب مجريات الأحداث المؤسفة في كل من تركيا وسوريا، معربة عن تضامنها ومواساتها وتعازيها للأشقاء في هذين البلدين كما جاء في البيان. كذلك دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم والمساعدة لغوث المتضررين في سوريا. أما دوليا فقد أعلنت الصين أنها سترسل مساعدات عاجلة إلى البلدين. بالتوازي أبدت فرنسا استعدادها لتوفير مساعدات عاجلة للسكان في تركيا، فيما عبرت ألمانيا عن نيتها إرسال مساعدات عاجلة إلى المتضررين. بدوره أعلن الاتحاد الأوروبي تفعيل آلية الاستجابة للأزمات لدعم تركيا وسوريا. أما الخارجية الأمريكية فدعت إلى إبقاء المعابر الإنسانية إلى سوريا مفتوحة أمام حركة المنظمات الأهلية عبر الحدود. أعرب حزب الله عن تضامنه وتعاطفه مع الشعبين السوري والتركي في المصاب الكبير الذي نزل بهما من جراء الزلزال المدمر الذي أدى إلى سقوط آلاف الضحايا والجرحى في البلدين الشقيقين. ودعا حزب الله في بيان كل الدول والحكومات والمنظمات الدولية والإنسانية
إلى المبادرة الفورية للمساعدة في كل المجالات الممكنة لإنقاذ المحتجزين تحت الأنقاض وإسعاف الجرحى وانتشال الضحايا وإيواء المشردين، كما دعا إلى وضع كل الإمكانات المتاحة للتخفيف من المعاناة والظروف الصعبة التي يعيشها البلدان من جراء هذه الكارثة. عاش اللبنانيون حالة من الهلع والرعب من جراء موجات الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا والذي تزامن مع عاصفة تشهدها البلاد، من عكس سيولا أدت إلى قطع العديد من الطرق. تقرير حسان الرفاعي. لا يزال اللبنانيون يعيشون مع العاصفة فرح التي حلت بهم، حاملة معها الأمطار والرياح العاتية وتساقط الثلوج على أدنى مستويات هذا العام، من عكس سيولا وقطعا للطرق. العاصفة ضل أرحم من الزعماء تبعنا. ما يعتزق بالأرض ولا عم تشتري مي. والله نحن معودين مع هيدي العواصف من قبل. غضب الطبيعة لم يقتصر على العاصفة فقط، إذ اهتزت المباني بفعل موجة زلزالية زارعة معها الهلع والرعب في قلوب اللبنانيين الذين خرجوا إلى الشوارع هربا وخشية من تصدع المباني. على مدى ساعات سيطر الخوف على مختلف المناطق خوفا من تجدد الموجات الزلزالية. الهزة الأرضية هزة طبيعية، يعني هذه عوامل طبيعية، بس بدنا الله ينجينا من الهزات اللي عم نعيشها يوميا. لما قويت اكثر يعني بقوه خلص عغرت الاسانسير دغري، هي اقوى شيء بتكون بالبنايه. قمت طبعا ضبيت اولادي على جنب، حطيت لهم حرماتهم، ظهرتهم لبرا. مخاطر حدوث زلزال تقلق اللبنانيين الذين تعاندهم الطبيعه منذ ايام، لتضيف الى كاهل المواطن هما جديدا بعد انهيار الاقتصاد وتراجع قدرته الشرائيه. وكأن العاصفة بسيولها وأضرارها ليست بكافية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها اللبنانيون، لتأتي الهزة الأرضية كي تزيل من منسوب القلق في نفوسهم. حسان الرفاعي، بيروت، الميادين. فاصل ونعود. من جديد أهلا بكم. استشهد الفتى الفلسطيني حمزة الأشقر 17 عاما خلال التصدي لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي حي المساكن الشعبية في مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة. قوات الاحتلال اقتحمت أيضا بلدة برقين غرب جنين واعتقلت عددا من الشبان، وقد وثقت مشاهد مصورة عملية تصدي مقاومين فلسطينيين لاقتحام قوات الاحتلال للبلدة عبر عبوات ناسفة محلية الصنع، كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. وكانت سرايا القدس كتيبة نابلس قد أعلنت إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع درون والسيطرة عليها. وفي بيان صادر عنها أشارت السرايا لأنه مساء أمس الاثنين وأثناء قيام المسيرة بعمليات استكشاف وتصوير تمكن مجاهدو كتيبة نابلس من إسقاطها والسيطرة عليها. من بيت لحم ينضم إلينا مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحام. ناصر، بعد التحية، يعني إذن استشهاد الفتى حمزة الأشقر 17 عاما بعد اقتحام قوات الاحتلال يعني لحي المساكن الشعبية في نابلس، لو تحدثنا عن الظروف، ظروف هذا الاقتحام، عن آخر التطورات الميدانية في مدن الضفة. صباح الخير مروان. الشهيد حمزة الأشقر استشهد برصاصة في وجهه، بمعنى أنه القناص الذي ضربها كإصابات قاتلة متعمدة، وهذا ملاحظ بكثرة وبشدة مع وجود بن جبير وزيرا للأمن الإسرائيلي، بأن الإصابات حتى في صفوف الأطفال والمدنيين تأتي في الجزء العلوي القاتل من الجسم. وبالتالي حمزة الأشقر حين اقتحموا المساكن الشعبية، حي المساكن الشعبية في نابلس، كانت ضحية التوجيهات الجديدة لجنود الاحتلال. ثانيا، ترافق هذا الاقتحام مع حملة اعتقالات مقصودة طالت نحو 21 فلسطينيا في الضفة الغربية بالذات بروقين وقلنديا، واستهدفت أيضا مدير هيئة الجدار والاستيطان شمال الضفة مراد شتاوي، استهدفت نخبة من
إرادة العمل الوطني في الضفة الغربية، ما يؤكد للمرة الثانية أن كل ما يجري ومنظم ومخطط. فلسطين تتعرض لمنخفض قطبي شديد، الاحتلال يضيق على السكان سواء بالحواجز سواء بالاعتقالات سواء بإطلاق النار، وهذا سقوط الشهيد. وبالتالي نحن أمام مشهد ليس فقط في القدس والضفة الغربية، وإنما مشهد الشعوب تعرض على نفسها المساعدة، إلا إسرائيل تقوم باستغلال الكوارث الطبيعية في المزيد في تحقيق المزيد من الألم ضد الفلسطينيين. ورغم البروباغندا بأنها جاهزة لإرسال مساعدات لتركيا، الأولى أن تشاهد مخيمات اللاجئين وما تفعله بهم في الضفة الغربية وفي فلسطين. الخطاب الإسرائيلي هو خطاب كراهية، لم يستطع أن يتراجع عن هذا الخطاب، والفلسطينيون رغم كل الظروف والصعوبة يتصدون ويتابعون بإنسانية عالية جدا ما الذي يحدث في سوريا وما الذي يحدث في تركيا، وهذا ما يوجع قلبهم أكثر من المعاناة اليومية التي يتصدون فيها للاحتلال. مروان، شكرا لك مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة من بيت لحم ناصر اللحام. 5 شهداء وعدد من الجرحى في مجزرة إسرائيلية استهدفت شبانا في مخيم عقبة جبر في أريحة، يتهمهم الاحتلال بالمسؤولية عن عملية إطلاق النار على مطعم إسرائيلي قبل 10 أيام، وكتائب المقاومة تتوعد بالرد، والسلطة الفلسطينية تدين الجريمة الإسرائيلية. تقرير نسرين سلمي. في هذه الغرفة الصغيرة استشهد عدد من المقاومين الفلسطينيين. إسرائيل قالت أنها استهدفت خلية تابعة لحركة حماس وتتهمها بالمسؤولية عن عملية إطلاق نار استهدفت أحد المطاعم الإسرائيلية بالقرب من البحر الميت. طبعا إسرائيل أغلقت المنطقة بالكامل ولم تسمح لأحد من الاقتراب، وبالتالي لا يوجد شهود عيان على المجزرة التي جرت باستثناء دماء الشهداء التي بقيت شاهدا عليها. وهي الباب كله رصاص، من حوالي فوق 1000 رصاصة أو الأكثر من 1000 رصاصة اللي أطلقوها على الشهداء. قوات الاحتلال كانت اقتحمت مخيم عقبة جبر في أريحة وسط الضفة الغربية، وأعلنت أنها قتلت 5 شبان فلسطينيين واحتجزت جثامينهم، فيما اعتقلت 3 مصابين في حال خطيرة. توجهنا يعني في الجهة المقابلة لمكان محاصرة الشباب، وصلنا يعني منطقة كثير قريبة، بس للأسف يعني قوات الاحتلال قامت بإطلاق الرصاص على سيارة إسعاف جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومركز إسعاف فلسطين بالرصاص الحي والصوت والغاز، منعونا نهائيا. من بين الشهداء الشقيقان رأفت وإبراهيم عويضات، اللذان تتهمهما إسرائيل بمحاولة تنفيذ عملية إطلاق للنار قبل نحو 10 أيام، فيما نعت الفصائل الفلسطينية ومن بينها حركة حماس الشهداء. يعني المقاومة في دمهم خلص، مش من إيدهم، من استفزازات إسرائيل يعني. والحمد لله رب العالمين، فدا للأقصى، فدا لفلسطين حبيبتنا، فدا للمقاومة، الحمد لله رب العالمين. أعدمتهم إعدام، بإمكانها إذا بدها إياهم بإمكانها تعمل مليون وسيلة تأخذهم بدون ما بس هي لا، هي بدها، هي بنية الإعدام يعني، النية مع سبق الإصرار والترصد. السلطة الفلسطينية دانت الجريمة وعدتها تحديا لكل الجهود الدولية التي بذلت خلال الأيام الماضية لوقف العدوان الإسرائيلي. ونؤكد أن الحكومة تتابع هذا الأمر باعتباره جريمة كبرى وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. إسرائيل كانت فرضت حصارا مشددا على أريحة واعتقلت عشرات الفلسطينيين خلال الأيام الماضية، كما فجرت أجزاء من منزل عائلة الشهيدين عويضات أثناء بحثها عنهما. نسر سلمي من مخيم عقبة جبر في أريحة، الميادين. أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن إدارة سجن الدامون الإسرائيلي اقتحمت قسم الأشبال واعتدت عليهم وفرضت عقوبات قاسية وشروطا مجحفة بحقهم. وفي بيان صادر عنها أكدت الهيئة أن إدارة سجن الدامون قررت حرمان الأسرى الأشبال الاتصال الهاتفي وصادرت الأدوات الكهربائية ومنعت الزيارة عنهم لمدة 1 شهر وحولت غرف الأشبال إلى زنازين لمدة 4 أيام، كما قررت إغلاق الكانتينة لمدة 1 أسبوع.
في ملف الأسيرات والأسرى حملت الفصائل الفلسطينية الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الظروف المأساوية والمعاملة القاسية التي تتعرض لها الأسيرات. وخلال وقفة أمام مقر الصليب الأحمر في غزة، طالبت الفصائل والمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق بشأن جرائم الاحتلال المستمرة بحق الأسيرات والأسرى اتجاه ما يقوم به داخل سجون الاحتلال باتجاه أسيراتنا. أسيراتنا الذي يشكل اليوم أيقونة نضالية، نموذج يحتذى به مقابل ما أو التصدي الأسطوري الذي تتصدى لهذه الأسيرات لهذا الاحتلال وما يقوم به داخل سجون الاحتلال من حرمان وتجريد من كل الأدب، من كل الحقوق الأدمية التي هي من حق الأسيرات الفلسطينيات، حرمان الأمهات، حرمانهم من كل حقوق الإنسانية والأدمية. رسالة وفاء أمام مقر الصليب الأحمر، خاصة في هذه الأجواء القارصة والباردة التي أيضا نستشعر أسرانا بالمعاناة بظل حرمان أسرى قطاع غزة، العديد منهم من الزيارات، حرمان أهالي عوائل أسرانا من خلال الملابس الشتوية وأجهزة التدفع لأسرانا، أيضا من خلال إصرار إدارة الاحتلال على نسف الحياة التنظيمية والاعتقالية في داخل السجون. نقول النداء لكل الشباب الثائر وكل أهلنا في الضفة الباسلة، مزيد من عمليات الاشتباك المباشر، مزيدا من العبوات، مزيدا من عمليات الدهس والطعن، حتى نستطيع أن نوقف تغول هذا المجرم بن كفية ووقف سياسات العدوانية ضد الحركة الوطنية الأسيرة. اتهمت روسيا دول الناتو بشن حملة صليبية لتفكيكها وإلغاء وجودها من الخريطة. وفي كلمة أمام مجلس الأمن قال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة أن الصراع في أوكرانيا يتخذ طابعا وجوديا مع تدفق السلاح الثقيل، متعهدا بتصدي روسيا لهذه المخططات بكل ما أوتيت من قوة. العقول الحارة لدى بعض النواب الأوروبيين صارت تتحدث عن حل ما تسميه المسألة الروسية، وإلا كيف يمكننا تفسير ما قاله نائب بولندي في البرلمان الأوروبي؟ وأقتبس: ليس هناك غاز أو نفط أو ألومنيوم أو فحم أو يورانيوم أو ماس أو ذهب أو خشب أو قمح من روسيا، كل هذه المواد هي تترية أو بشكرية أو سيبيرية كبيرية أو أراكية أو تشيكيفية أو سخالية أو كوفالية أو لوغايسكية، وعلينا البدء بالبحث في قيام دولة مستقلة تحل محل المساحة الروسية. كان يمكن التعاطي مع هذه الأقوال باحتسابها هرطقة لو أنها بقيت منحصرة بنائب بولندي واحد، لكنها تتكرر في كل مناسبة في عواصم أوروبية شرقية عديدة. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في العاصمة العراقية بغداد لبحث ملفات الأمن والاقتصاد والطاقة مع المسؤولين العراقيين. تقرير محمد الفهد. على رأس وفد رفيع المستوى، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يحط رحاله في العاصمة بغداد. الوزير الضيف بحث مع كبار المسؤولين العراقيين ملفات الأمن في المنطقة والاقتصاد والطاقة، ولا سيما عمل الشركات النفطية والغازية في العراق، إضافة إلى العلاقات المشتركة بين البلدين واستثمارها لاستقرار المنطقة. نشهد عملا نشيطا للمركز الرباعي في بغداد والذي أثبت فعاليته بشأن القضاء على بؤر التوتر والإرهاب في سوريا والعراق، ونشهد سيولا من السكان الكرد. للأسف الشديد تلعب أمريكا بالنار وتتجاهل المصالح الوطنية لسوريا وتحرم هذا البلد من سيادته وتزرع المشاكل في غيره من الدول المجاورة. هناك دور فعال لشركات النفط الروسية في الاستثمار والعمل في قطاع النفط والغاز. لهذه الشركات مسحقات على الجانب العراقي. درسنا وناقشنا كيفية التعامل مع هذه المسحقات المالية في ظل العقوبات المفروضة على روسيا. أصداء هذه الزيارة وتوقيتها من وجهة نظر المراقبين أنها تأتي في ظروف مهمة بالنسبة إلى العراق، ولا سيما الاعتماد على روسيا كخيار استثماري فاعل ومورد للسلاح والتعاون الأمني. هذا مضافا إلى سعي العراق إلى أداء دور مؤثر في إيجاد حل للحرب بين روسيا وأوكرانيا. هناك تبادل كثير من المعلومات سواء كان أمنية أو استخباراتية ودعم كان حتى لوجستي وعسكري للعراق من روسيا، يعني لا ننسى هذه المواقف قريبة.
تأكيد العراقي حقه بالانفتاح على جميع الشركاء والدول الصديقة بعيدا من الضغوط هو الرسالة التي تسعى بغداد إلى إثباتها من خلال حراكها الدبلوماسي في الداخل والخارج وفق مسؤولين عراقيين. الزيارة الشاملة على مستوى الملفات التي جاء بها وزير الخارجية الروسي إلى بغداد ربما تفتح فصلا جديدا من العلاقات بين البلدين، ولا سيما تنويع الاستثمار ومصادر الاستيراد والتعاون الأمني بعيدا من الأحادية التي تحاول واشنطن ترسيخها في بلاد الرافدين، يقول مراقبون. محمد الفهد، بغداد، الميادين. ونبقى في العراق، حيث أكد الرئيس عبد اللطيف رشيد أهمية الارتقاء بمستوى التعاون بين بلاده وإيران، مثنيا على دور طهران ووقوفها لجانب العراقيين في زمن الدكتاتورية وفي الحرب على تنظيم داعش. جاء ذلك خلال استقباله وكيل وزارة الخارجية الإيرانية مهدي صفري والسفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق، حيث أكد صفري رغبة طهران في توثيق التواصل والتعاون مع بغداد في شتى المجالات وحرصها على ذلك. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني التزام بلاده المسار الدبلوماسي للتواصل مع السعودية وترحيبها بمبادرات الدول الصديقة في هذا الإطار. بخصوص تواصلنا مع السعودية، تؤكد إيران على الالتزام بالمسار الدبلوماسي واستكمال الخطوات السابقة لإصلاح العلاقات بين البلدين ووضعها على السكة الصحيحة، وهذه السياسة تأتي ضمن التزام إيران بأطر منهجية واضحة، وإننا سنرحب بالمساعي المبنية على حسن النيات للدول الصديقة ومنها العراق. أعلن كبار المسؤولين العسكريين في كوريا الشمالية أنهم سيوسعون مناوراتهم العسكرية لضمان استعداد قواتهم للحرب وفق ما أعلنت وسائل إعلام كوريا الشمالية. هذا الإعلان أتى خلال اجتماع برئاسة الزعيم كيم جونغ أون وفي أعقاب مناورات جوية مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وتزامن الاجتماع مع كشف أقمار صناعية تجارية عن استعدادات واسعة النطاق لعرض عسكري في بيونغ يانغ قبل العطلات الرسمية احتفالا بالذكرى السنوية لتأسيس القوات المسلحة الكورية الشمالية. تجري قبرص والولايات المتحدة مناورات عسكرية مشتركة تستمر حتى 24 شباط فبراير في قبرص. الخارجية القبرصية وفي بيان أشارت إلى أن هدف المناورات هو التدريب على الإجراءات الطارئة والبروتوكولات في حال نشوب أزمة في المنطقة، وأضافت أنه خلال المناورات سيتم نشر قوة عسكرية أمريكية في عدد من المواقع على أراضي قبرص. نفذ عشرات الآلاف من العاملين في التمريض والإسعاف أكبر إضراب في مجال الصحة على الإطلاق في بريطانيا في ظل خلاف متصاعد مع الحكومة بشأن مسألة تحسين الأجور. موسى سرور والتفاصيل. لا مواعيد طبية ولا توجد عمليات جراحية في نحو ثلث مستشفيات بريطانيا، فالقطاع الصحي يشهد أكبر إضراب للعاملين فيه على الإطلاق بعدما فاقم التضخم من الأزمة المعيشية ولا سيما عند الممرضين والمسعفين. نحن بحاجة إلى مزيد من التوظيف في القطاع الصحي، ونريد أيضا الاحتفاظ بالممرضين، ولكن لا يمكن العيش بالرواتب الحالية. توقف الكادر الطبي عن العمل الذي من المتوقع أن يستمر لأيام يزيد من الضغوط على القطاع الصحي في وقت رفضت الحكومة البريطانية التجاوب مع مطالب الممرضين وعلى رأسها زيادة أجورهم بنسبة تصل إلى 19%، متهمة إياهم بتعريض حياة آلاف المرضى لخطر الموت. أعتقد أن بريطانيا أصبحت في مستوى دول العالم الثالث. تخيل أن العاملين في القطاع الصحي يدفعون أكثر من 200 جنيه استرليني على المواصلات، فيما يبيت كثير من الزملاء بلا عشاء. الإضرابات في بريطانيا لن تقف عند العاملين في قطاع التمريض والإسعاف، فمن المقرر أن يشهد الشهر الحالي سلسلة من الإضرابات سينفذها اختصاصيون في العلاج الطبيعي وعمال سكك الحديد والمعلمين وغيرهم من العاملين في القطاعات الإنتاجية.
سلسلة الإضرابات التي تعم المملكة المتحدة تمثل علامة فارقة في تاريخها السياسي والاجتماعي، وهذه العلامة تؤكد دخول البلاد في مرحلة جديدة وقد تؤشر إلى تراجعها الحضاري على مستوى التصنيف العالمي. موسى سرور، لندن، الميادين. طالبت شركة FTX باستعادة التبرعات السياسية التي قدمتها للسياسيين الأمريكيين، ووضعت نهاية شباط فبراير الحالي سقفا زمنيا لإعادة المساهمات والتبرعات المالية، قضية تسلط الضوء على فساد العمل السياسي في الداخل الأمريكي. ابتزاز سياسي أم لعبة مصالح متبادلة؟ قضيتان شائكتان تطرحهما مطالبة الإدارة الجديدة لشركة FTX للأصول المشفرة باستعادة التبرعات السياسية التي قدمتها إلى السياسيين الأمريكيين. فبعدما تبرع مؤسس شركة FTX سام بانكمان-فرايد بعشرات الملايين من الدولارات للسياسيين طوال دورة الانتخابات النصفية الماضية، أصبح الآن يطالب باسترداد هذه الأموال. بانكمان-فرايد كان عام 2020 ثاني أكبر المساهمين في حملة جو بايدن عبر مساعدات مالية طائلة، وخلال الانتخابات النصفية أقر بكونه مانحا مميزا للمرشحين من كلا المعسكرين. لكن الأمور اليوم تغيرت، والأوضاع في شركة FTX تحولت إلى الأسوأ، ما دفعها إلى المطالبة باسترداد أموالها. الشركة أعلنت في بيان أنها راسلت عددا من متلقي المساهمات السياسية السابقة للشركة، ووضعت نهاية شباط فبراير الحالي سقفا زمنيا لإعادة المساهمات والتبرعات المالية إليها. أما إذا رفضت الأطراف ذات الصلة السداد، فقد تجبرها محكمة الإفلاس على فعل ذلك مع الفوائد المتراكمة على ما تدين به بمجرد بدء الإجراءات القانونية. قضية تلقي الضوء على فوضى التمويل والفساد في العمل السياسي في الداخل الأمريكي. فالجمهوري في مجلس النواب توم أمر أقر بأنه كان يحاول ممارسة النفوذ في السابق لمنح امتيازات تنظيمية خاصة لشركة FTX على حساب الشركات الأخرى، فيما أشار تيري دافي الرئيس التنفيذي لبورصة شيكاغو التجارية إلى أن سام بانكمان-فرايد كان على مقربة مريبة من السياسيين. فكيف ستؤثر استعادة التبرعات من السياسيين في مواقفهم؟ وفي الختام هذا تذكير بالعناوين. الحصيلة الأولية المؤكدة لعدد الضحايا في سوريا وتركيا تتخطى 4300 وفاة مع تواصل عمليات البحث عن الناجين. بدء وصول المساعدات الدولية لتركيا، وروسيا وإيران والعراق والجزائر ترسل طائرات وفرق أنقاذ إلى سوريا. استشهاد فتى فلسطيني خلال التصدي لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي حي المساكن الشعبية في مدينة نابلس. كوريا الشمالية تتعهد بتوسيع مناوراتها العسكرية وتكثيفها لضمان استعداد القوات للحرب. للمزيد من الأخبار والتقارير دائما زوروا صفحات الميادين على الإنترنت، الميادين دوت نت باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية. في أمان الله.